السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ دقائق وعلى التلفزة الحكومية قد تم إعلان تقديم العطلة الشتوية كما قالتها الشائعات، يعني تم تقديم العطلة الشتوية إلى يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بدلا من 16 ديسمبر 2021، مع استمرار الأعمال الإدارية الخاصة بنهاية الفصل الأول، لا سيما انعقاد مجالس الأقسام بشكل عادي إلى غاية 16 ديسمبر. ما يريدون قوله أن هذه العطلة للتلاميذ وليست خاصة بالأساتذة، الأساتذة يستمرون في العمل ورقمنة نتائج الفصل الأول، لكن التلاميذ لن يعودوا بداية من يوم الخميس. إذن ثبتت الشائعات ونحن في انتظار بيان رسمي من وزارة التربية الوطنية.